بسم الله الرحمن الرحيم، هنستكمل مع بعض الجزء الثاني من الفصل السادس اللي هو تقرير المراجعة. اتكلمنا في الجزء الأول على ايه هو تقرير المراجعة وايه هي العناصر الرئيسية الموجودة في تقرير المراجعة، ايه الفقرات اللي موجودة في التقرير ولازم نركز عليها كويس ونعرفها ونعرف ايه المكونات اللي موجودة فيها. قلنا ان احنا ممكن نطلب منك فقرة معينة تكتبها او نجيب لك فقرة أو عدة فقرات فيها مجموعة من الأخطاء، وأنت المفروض بناء على فهمك تبدأ تطلع إيه الأخطاء وإيه الصح المفروض يتعمل. الجزء ده هنتكلم فيه على أنواع تقارير مراقب الحسابات. قلنا عندنا أربع أنواع، نوع فيهم بنسميه رأي نظيف أو غير متحفظ، والتلات أنواع التانيين بنطلق عليهم عبارة رأي معدل. تعال نشوف رأي غير متحفظ. الرأي غير المتحفظ معناه إن الشركة محل المراجعة أو إدارة الشركة محل المراجعة بتعرض بوضوح في جميع جوانبها الهامة المركز المالي والنتيجة نتيجة الأعمال والتدفقات النقدية، وإن القوائم المالية دي معدة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية. ده معناه إن كل الإيضاحات اللي موجودة أو كل التأكيدات اللي بتقدمها الإدارة تم الإفصاح عنها بوضوح وبدقة، وبالتالي مفيش أي مشاكل عند الإدارة. لو جينا لتقرير برأي معدل، التقرير برأي معدل عندنا بيصدر مراقب الحسابات تقرير برأي معدل امتى؟ في امور لا تؤثر على رأي المراقب، يبقى في الحالة دي بس مجرد ان احنا بيتم توجيه انتباه القارئ لامر معين، يبقى انت بس هتوجه انتباه القارئ خلي بالك من الحتة الفلانية. في امور تؤثر على رأي مراقب الحسابات، وبالتالي هيختلف رأي المراقب الحسابات، بدل ما هو كان غير متحفظ يا اما هيبقى متحفظ، وقلنا في الحاله دي بنقول في التقرير بتاعنا فيما عدا، وبيكون تاثيرها جوهري بس بشكل غير كبير جدا يعني بشكل بسيط، يا اما هيمتنع عن ابداء الراي او راي عكسي لو كان امتناع عن ابداء الراي قلنا في حاله ان فيه قيود على نطاق عمله او ان فيه مخالفات كبيره جدا، يا اما هيبدي راي عكسي. توحيد شكل ومحتوى كل نوع من التقارير برأي معدل هيعزز فهم المستخدم لهذه التقارير. يبقى احنا لو حطينا نموذج كده هنمشي عليه ويبقى ده نموذج نمطي في حالة الآراء المعدلة، يبقى احنا كده هنقدر نفهم ونقدر نحط الصيغة المناسبة لكل حالة من الحالات اللي عندنا. تعال نشوف، ادي شكل تقرير برأي غير متحفظ، ادي عنوان التقرير تقرير مراقب الحسابات، المواجه إليهم التقرير إلى السادة مساهمي شركة كذا، آدي فقرة الافتتاحية، طبعا راجعنا فيها القوائم المالية بتواريخها أو بالفترة اللي بتغطيها، فيها مسؤولية الإدارة وفيها مسؤولية المراجع. نيجي لفقرة النطاق، اتفقنا إن المراجعة بتتم وفقا لمعايير المراجعة والقوانين المصرية، متطلبات المراجعة إن يتم تخطيط وتنفيذ المراجعة علشان نحصل على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية تحتوي على أخطاء مؤثرة أو جوهرية، أعمال المراجعة بتتطلب إجراء فحص اختباري وفقًا للعينات للمستندات والأدلة والإيضاحات، أعمال المراجعة بتتناول تقييم للسياسات والقواعد المحاسبية والمتقدرات الهامة التي يعدد معرفة الإدارة، سلامة عرض القوائم المالية، وإن المراجع حصل على البيانات والإيضاحات اللازمة اللي يقدر يبني عليها رأيه، وإن ما قمنا به من أعمال يعد أساس مناسب لإبداء الرأي. آدي فقرة النطاق. تعال بقى لفقرة الرأي. في رأينا أن القوائم المشار إليها أعلاه مع الإيضاحات المتممة لا تعبر بوضوح، وإن هو رأي غير متحفظ في كل جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في تاريخ كذا ونتيجة نشاطها والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في كذا، وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية. تعال بقى للمتطلبات الإلزامية، أهو تمسك بعد فقرة الرأي، تمسك الشركة حسابات منتظمة تتضمن كل ما نص عليه القوانين ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها، وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع هو وارد بتلك الحسابات، تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقا للأصول المرعية، وطبعا لو كانت شركة صناعية كنا هنزود إنها لديها نظام تكاليفي يكفي بالغرض، البيانات المالية لأنها شركة أموال الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقا لمتطلبات القانون 159 لسنة 81 واللائحة التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة، وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر. وادي توقيع مراقب الحسابات، وادي التاريخ اللي هو اتفقنا ان هو التاريخ ماله
ده تاريخ إتمام عملية المراجعة، ولكن يجب ألا يسبق تاريخ اعتماد الإدارة للقوائم المالية، وأدي عنوان المدينة اللي فيها مكتب المراجعة. طيب في حالات معينة بقى هيضطر المراقب الحسابات إلى إنه يعدل التقرير اللي إحنا اتكلمنا عليه دلوقتي بإضافة فقرة لتوجيه انتباه القارئ، لأن ده ما بيأثرش على رأي المراجع لأمر معين يؤثر على القوائم المالية، ورد تفصيلا ضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية. ونظرا لأن إضافة هذه الفقرة لا يؤثر على رأي المراقب، بتضاف الفقرة بعد فقرة الرأي مع الإشارة إلى حقيقة أن رأي المراقب لا يعتبر متحفظا. طب إيه هي الأمور اللي إحنا مش هتأثر على تقرير مراقب الحسابات، يعني هيبقى الرأي نظيف، بس بنضيف فقرة لتوجيه الانتباه؟ من أمثلة تلك الأمور يجب على المراقب أن يعدل تقريره بإضافة فقرة لإلقاء الضوء على أمر هام يتعلق بمشكلة الاستمرارية. يجب أن يدرس المراقب الحاجة إلى تعديل تقريره بإضافة فقرة إذا كان هناك عدم تأكد مؤثر بخلاف مشكلة الاستمرارية، يبقى لو الاستمرارية هنعدل بفقرة للفت الانتباه. لو في أي مشكلة لها تأثير كان هناك عدم تأكد مؤثر بخلاف الاستمرارية والذي يعتمد فقط على معالجته على أحداث مستقبلية قد تؤثر على القوائم المالية، وعدم التأكد هو أمر تعتمد نتائجه على تصرفات أو أحداث مستقبلية لا يمكن للمنشأة التحكم فيها ولكنها قد تؤثر على القوائم المالية. تعال نشوف فقرة أو مثال على فقرة لتوجيه انتباه القارئ إلى أمور لا تؤثر على رأي مراقب الحساب. في رأينا بنقول فقرة الرأي كلها عادي، نفس فقرة عبارة فقرة الرأي وتضاف الفقرة التالية بعد فقرة الرأي مباشرة، نفس الفقرة اللي احنا قلناها، نفس الفقرة اللي هنا اللي هي دي، نفس فقرة إبداء الرأي دي كلها عادي خالص، بس هنضيف هنا إيه؟ ومع عدم اعتبار ذلك تحفظا. خلي بالك علشان ده رأي نظيف أصلا، رأي غير متحفظ، يبقى احنا بنلفت الانتباه إلى إن خلي بالك فيه مشكلة موجودة أهي، بس هي ما بتأثرش على رأينا، فاحنا بنقول إن مع عدم اعتبار ذلك تحفظا، وكما هو مبين تفصيلا في الإيضاح رقم كذا، ده بيبقى موجود في القوائم المالية، توجد قضية مرفوعة على الشركة لانتهاك حقوق اختراع، والشركة مطالبة بإتاوات وتوضيعات وتعويضات عن الأضرار المترتبة على ذلك، وتقوم الشركة باتخاذ الإجراءات المضادة، ولا تزال التحقيقات مستمرة، ولا يمكن في الوقت الحالي تحديد النتائج النهائية لهذا الأمر، ولم يتم تكوين مخصص لأي التزام قد ينشأ عن ذلك في القوائم المالية. آدي فقرة لتوجيه الانتباه بعد فقرة الرأي مباشرة. بيقول لي إن إضافة فقرة لتوجيه انتباه القارئ لمشكلة تتعلق بالاستمرارية أو عدم تأكيد أو تأكد مؤثر يعتبر عادة كافيا للوفاء بمسؤولية إعداد تقرير مراقب الحسابات بالنسبة لهذه الأمور. ومع ذلك وفي الحالات الصارخة مثل حالات تعاظم عدم التأكد، يبقى لو في عدم تأكد بشكل جوهري من وقوع أحداث هامة تؤثر على القوائم المالية، قد يدرس المراقب ما إذا كان من الواجب الامتناع عن إبداء الرأي. يبقى لو كانت مشكلة تتعلق بالاستمرارية أو عدم تأكد مؤثر ومجرد لفت الانتباه هيفي بالغرض ماشي، انما لو كان هيبقى عدم التاكد مؤثر بشكل كبير جدا ليه تاثير جوهري كبير على المستقبل، يبقى في الحاله دي هيفكر المراجع هل من المناسب انه يمتنع عن ابداء الراي بدلا من اضافه فقره توجيه الانتباه فقط ولا لا. وبالاضافه الى استخدام فقره توجيه الانتباه بالنسبه للامور التي تؤثر على القوائم الماليه، فان مراقب الحسابات قد يستخدم ايضا في تقريره فقره اخرى بعد فقره الراي للتقرير عن امور اخرى لا تؤثر على القوائم الماليه. فعلى سبيل المثال إذا رأى المراقب تعديل بعض المعلومات الواردة في كتيب القوائم المالية التي تم مراجعتها وترفض المنشأة أن تقوم بهذا التعديل، فقد يدرس المراقب تضمين تقريره لفقرة لإلقاء الضوء على ذلك. وقد تستخدم أيضا فقرة إضافية عندما يكون هناك التزام قانوني للإفصاح عن معلومات إضافية في التقرير. يبقى لو المراجع وجد أن هو المفروض بعض البنود تتعدل في كتيب القوائم المالية اللي تم مراجعتها والإدارة رفضت، فهو من حقه أن يضيف فقرة للفت الانتباه للشيء ده. تعال بقى نشوف الأمور التي تؤثر على رأي مراقب الحسابات. في الحالة الأمور أمور تؤثر على تقرير أو على رأي مراقب الحسابات، يبقى في الحالة دي مش هينفع ندي رأي غير متحفظ، ده أنت لازم هتدي رأي مختلف. طب إيه هي الحاجات دي؟ تعال نشوف. عندما توجد قيود على نطاق عمل المراقب، في قيد على نطاق عمله يعني يمنعوه مثلا من جرد المخزون،
أو يمنعوه من الاطلاع على سجلات معينة. يبقى في الحالة دي مش هينفع يبدي رأي غير متحفظ. عندما يوجد خلاف مع الإدارة حول إمكانية قبول السياسات المحاسبية التي اتبعتها أو طرق تطبيقها أو كفاية الإفصاح في القوائم المالية من ضمن الحاجات اللي هتأثر، فقد تؤدي الظروف الموضحة في ألف اللي هي وجود قيود إلى يا إما رأي متحفظ يا إما امتناع عن إبداء الرأي. وقد تؤدي الظروف الموضحة في ب يا إما رأي متحفظ اللي هي وجود خلاف، يا إما رأي متحفظ يا إما رأي عكسي. يبقى خلي بالك، وجود قيود على نطاق عمل المراقب، يا إما تحفظ يا إما امتناع. خلاف مع الإدارة حول سياسات محاسبية معينة أو طرق تطبيقها أو كفاية الإفصاح، يا متحفظ يا رأي عكسي، حسب مدى جوهرية المشكلة. يجب على المراقب الحسابات الأخذ في الاعتبار، يجب إبداء رأي متحفظ. عندما يقتنع المراقب بأنه لا يمكن إبداء رأي غير متحفظ، وأن وجود خلاف مع الإدارة أو قيد على النطاق لا تصل أهميته إلى الدرجة التي تستدعي امتناع أو رأي عكسي، ويجب التعبير عن الرأي المتحفظ بعبارة فيما عدا تأثير الأمر الذي يتعلق به التحفظ. طب التحفظ مش كافي، يبقى يجب التعبير عن الامتناع عن إبداء رأي. عندما يكون الأثر المحتمل للقيد، يبقى الامتناع هيبقى في حالة وجود قيد على نطاق عمل المراجع، قيد هام وعامل للدرجة التي يجد مراقب الحسابات نفسه غير قادر على الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة، ومن ثم غير قادر على إبداء الرأي. طب رأي عكسي إمتى؟ لو كان الخلاف ما بين المراجع والإدارة هام وعام لدرجة أن المراجع انتهى إلى أن التحفظ في التقرير غير كافي للإفصاح عن طبيعة التضليل أو عدم تكامل القوائم المالية. عندما يبدي مراقب الحسابات رأيا آخر بخلاف الرأي غير المتحفظ، يجب أن يتضمن التقرير جميع الأسباب الجوهرية لذلك بوضوح، وعليه كذلك أن يبرز قيم الآثار المحتمل على القوائم المالية متى كان ذلك ممكنا، وتبين هذه المعلومات عادة في فقرة مستقلة تصبح فقرة الرأي أو الامتناع عن إبداء الرأي، وقد تتضمن إشارة إلى مناقشة تفصيلية إن وجدت في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية. طيب إيه الظروف التي قد ينتج عنها رأي آخر بخلاف الرأي غير متحفظ؟ زي ما قلنا، قيد على نطاق عمل المراجع، قيد على نطاق عمل المراجع، وقلنا القيد في الحالة دي يا إما رأي متحفظ يا إما رأي الامتناع عن إبداء الرأي. ويجب أن يبين تقرير مراقب هذا القيد ويشير إلى التسويات المحتملة في القوائم المالية التي كان من الممكن حدوثها إذا لم يوجد هذا القيد. تعال نشوف شكل من الأشكال. آدي شكل القيد على نطاق عمل المراقب، وده رأي متحفظ. راجعنا ونقول نفس العبارة في فقرة الافتتاحية، وفيما عدا ما سيتم مناقشته في الفقرة التالية. فيما عدا، خلي بالك بدأنا ايه؟ بدأنا في فقرة النطاق وقلنا فيها وفيما عدا ما سيتم مناقشته في الفقرة التالية قد تمت مراجعتنا طبقا، ونكمل فقرة النطاق. طب ايه اللي انت قلت عليه فيما عدا؟ فين التحفظ بقى؟ يبقى التحفظ موجود على طول بعد فقرة النطاق وقبل فقرة الرأي. لم نحضر الجلد الفعلي للموضوع، حيث أن تاريخ الجلد كان سابقا على تاريخ تعييننا كمراقب لحسابات الشركة، ونظرا لطبيعة السجلات بالشركة لم نتمكن من القيام بأية إجراءات مراجعة بديلة للتحقق من كميات الموزون. وفيما عدا تأثير التسويات المحتملة والتي كان من الممكن تحديد ضرورتها إذا تمكنا من الاقتناع بالكميات الفعلية للموزون، فمن رأينا ونكمل فقرة الرأي. يبقى هنا فيه تحفظ. طب لو كان النطاق قيد على النطاق هيؤدي إلى الامتناع عن إبداء الرأي، تعال شوف بقى في شكل التقرير في حالة امتناع عن إبداء الرأي. تم تعييننا لمراجعة الميزانية المرفقة لشركة كذا في 31 ديسمبر سنة كذا، وقائمة الدخل والتدفقات النقدية عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ، والقوائم مسؤولية إدارة الشركة. وبعد كده مفيش العبارة اللي بتعبر عن مسؤولية المراجعة. بتعدل فقرة نطاق المراجعة حسب الأحوال، وتضاف فقرة القيد على النطاق كمان. يبقى احنا كده فقرة الافتتاحية فيها كل حاجة ما عدا مسؤولية المراجعة. فقرة الافتتاحية فيها كل حاجة ما عدا مسؤولية المراجعة. الجملة اللي هي فيها مسؤوليتنا كمراقب حسابات إبداء الرأي مش موجودة. نيجي بقى نعدل فقرة النطاق. تضاف فقرة القيد على النطاق. لم نتمكن من ملاحظة الجلد الفعلي بالكامل، ولا لم نتمكن من الحصول على مصادقات من المدينين بسبب القيود التي فرضت على عملنا بواسطة الشركة. ونظرا خلي بالك لجوهرية الأمور الموضحة في الفقرة السابقة، الأمور جوهرية، فإننا لا نستطيع إبداء رأي على القوائم المالية. لم نستطيع أو لا نستطيع إبداء رأي، آدي الامتناع عن إبداء الرأي.
تعال للحالة التانية اللي هي الخلاف مع الإدارة. قلنا برضو يا إما الخلاف مع الإدارة هيستدعي رأي متحفظ أو رأي عكسي. طب تعال نشوف خلاف حول السياسات المحاسبية أو طرق محاسبية غير مناسبة والرأي متحفظ. راجعنا أدي الفقرة الافتتاحية زي ما هي، فقرة النطاق زي ما هي. تعال بقى شوف كده، كما هو مبين في الإيضاح رقم كذا من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية لم يتم حساب إهلاك للأصول الثابتة في القوائم المالية، أدي طرق محاسبية غير مناسبة، وهذا الأمر في رأينا لا يتفق مع معايير المحاسبة المصرية، وتبلغ قيمة الإهلاك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر كذا مبلغ كذا، وبالتالي يجب تخفيض الأصول الثابتة بمجمع إهلاك قدره كذا، ويجب تخفيض ربح العام بمبلغ كذا والأرباح المرحلة بمبلغ كذا، وفيما عدا تأثير ما ورد في الفقرة السابقة على القوائم المالية فمن رأينا أن القوائم المالية تعبر بوضوح، وكمل بقية الفقرة. يبقى في حالة وجود تحفظ على أمور في خلاف حول السياسات المحاسبية أو الطرق المحاسبية، فقرة الافتتاحية زي ما هي، فقرة النطاق، وبنضيف بعد فقرة النطاق إيه التحفظ اللي عندنا، وبعد كده فقرة الرأي فيما عدا تأثير ما ورد في الفقرة السابقة نقدر نبني رأيه. طب لو في خلاف أو إفصاح غير كافي، في خلاف حول السياسات المحاسبية أو إفصاح غير كافي، رأي متحفظ على نفس اللي احنا قلناه. شبه وفيما عدا، أو الأول راجعنا آدي الفقرة الافتتاحية نفس الفقرة، قمنا بالمراجعة فقرة النطاق زي ما هي. تعال شوف بقى الايه الخلاف. هناك رهن عقاري على الأصول الثابتة للشركة كضمان للقروض الممنوحة لها من بنك كذا، ويتطلب معيار المحاسبة المصري رقم كذا الإفصاح عن هذه المعلومات. يبقى هو فيه هنا إفصاح غير كافي. وفيما عدا إغفال المعلومات الواردة في الفقرة السابقة فمن رأينا أن القوائم المالية تعبر بوضوح، ونفس الفقرة ماشي. وبيقول لك هنا فقرة أو فقرات تناقش الايه الاختلاف. ونظرا لجوهرية الأمور المبينة في الفقرة أو الفقرات السابقة فمن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه لا تعبر بوضوح عن المركز المالي للشركة، لا تعبر بوضوح عن المركز المالي للشركة في 30 ديسمبر ونتائج عملها وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ طبقا لمعايير المراجعة المصرية المحاسبة المصرية ولا تتفق مع القوانين. يبقى ده في الحالة دي اهوت، بس عشان ايه ما نبقاش عندنا خطأ، دي رأي سلبي مش متحفظ، ده رأي سلبي. ان هو قال لي هنا ايه، قال لي هنا فين فقرة الرأي، فين رأينا القوائم المالية المشار اليها اعلاه لا تعبر بوضوح، يبقى ده رأي سلبي او عكسي، ده رأي سلبي. طيب نروح للي بعدها. تعال نشوف سادسا الأحداث والاكتشافات اللاحقة التي وقعت قبل تاريخ تقرير المراجعة، أحداث ظهرت بعد إعداد القوائم المالية وقبل إصدار تقرير المراجعة. يقصد بالأحداث اللاحقة لإعداد القوائم المالية الأحداث والعمليات والظروف التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة أو نتائج عملها التي تقع بين تاريخ القوائم المالية وتاريخ إصدار تلك القوائم للتداول، وقد تدعو هذه الأحداث إلى تعديلات في الأصول والخصوم أو قد تتطلب إيضاحات إضافية حتى لا تصبح القوائم المالية مضللة. وبصفة عامة هناك نوعين من تلك الأحداث. النوع الأول أحداث تحمل في طياتها قرائن إضافية عن الأوضاع التي كانت قائمة في تاريخ القوائم المالية. النوع الثاني أحداث تشير إلى أمور وقعت بعد تاريخ القوائم المالية وقبل إصدار تقرير مراقب الحسابات. ويبين معيار العرض والإفصاح العام أن طبيعة التأثير على القوائم المالية الذي يترتب على كل حدث لاحق لتاريخ القوائم المالية يتوقف على طبيعة ذلك الحدث، فقد تنطوي الأحداث اللاحقة على معلومات إضافية تتعلق ببعض البنود التي تشمل القوائم المالية. ومن ثم فإنه يجب استخدام مثل هذه المعلومات التي تتاح للمنشأة قبل إصدار القوائم المالية لتقويم مدى صحة التقديرات المستخدمة وإجراء التعديلات اللازمة. كما يبين معيار العرض والإفصاح العام أن الأمر قد يتطلب إجراء تعديلات في الأصول والخصوم نتيجة للأحداث التي تقع في تاريخ لاحق لتاريخ قائمة المركز المالي إذا كانت تنطوي على أدلة إضافية عن الأوضاع التي كانت قائمة في تاريخ تلك القائمة. ومثال ذلك التعديلات التي يمكن إجراها على كل من: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بسبب إفلاس أحد العملاء في تاريخ لاحق لتاريخ قائمة المركز المالي،
إذا أكد إفلاس ذلك العميل الأوضاع التي تم على أساسها تقدير مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بتاريخ قائمة المركز المالي. التسويات اللي بتحدث في الفترة اللاحقة لتصفية مديونيات على الشركة بالزيادة أو النقص عن المبالغ المعروضة في قائمة المركز المالي. الانخفاض في قيمة المخزون الذي يحدث في الفترة اللاحقة نتيجة انخفاض أسعار بيع المخزون. أما الأحداث التي تقع في الفترة اللاحقة لتاريخ قائمة المركز المالي ولا ترتبط بالأوضاع التي كانت قائمة في ذلك التاريخ، فإنه ليس من الملائم إجراء تعديلات في الأصول والخصوم نتيجة لهذه الأحداث. ومثال ذلك انخفاض في قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية الذي يحدث في الفترة اللاحقة وتدمير مصنع إنتاج رئيسي بسبب الحريق بعد تاريخ قائمة المركز المالي. ومع ذلك فإنه يجب الإفصاح عن تلك الأحداث التي تقع بعد ذلك التاريخ، بحيث يؤدي عدم إيضاحها إلى التأثير على مقدرة من يستخدمون القوى المالية على تقويم أداء المنشأة واتخاذ قرارات على أساس تلك القواعد. من أمثلة الأحداث اللاحقة التي تتطلب الإفصاح دون إجراء أي تعديلات، يبقى إفصاح بس بدون أي تعديلات: عقد قرض طويل الأجل أو تجديد ذلك العقد، المساهمات الإضافية من قبل أصحاب رأس المال، التوزيعات على أصحاب رأس المال، البدء في الإجراءات المتعلقة بمطالبة أو دعوة أو التزام ترتب على حدث وقع في تاريخ لاحق لتاريخ قائمة المركز المالي أو تسوية تلك المطالبة أو ذلك الالتزام، ارتباطات كبيرة أو غير عادية لشراء أصول ثابتة، ارتباطات كبيرة أو غير عادية لشراء مخزون سلعي، عقد إيجار طويل الأجل، شراء منشأة قائمة، خسارة أصابت أرصدة المدينين أوراق القبض بسبب أوضاع برزت بعد تاريخ قائمة المركز المالي، كوارث وقعت، بيع أصول ثابتة. كل ده أحداث لاحقة تتطلب إفصاح فقط دون إجراء أي تعديلات. ويجب على المراجع القيام بإجراءات مراجعة بغرض تحديد الأحداث اللاحقة التي قد تتطلب التسوية أو الإفصاح اللازمين للعرض العام للقوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها. ويجب القيام بهذه الإجراءات وقت أو قرب اكتمال العمل الميداني، ويتم تحديد هذه الإجراءات وفق التقدير المهني للمراجع في ضوء الظروف الحالية لكل عملية. وبصفة عامة تشمل إجراءات المراجعة المتعلقة بالأحداث اللاحقة ما يلي: دراسة آخر قوائم مالية أولية ومقارنتها بالقوائم المالية محل المراجعة وعمل المقارنات الأخرى التي تستدعيها ظروف الحال، استفسار من المديرين والموظفين المسؤولين عن الشؤون المالية والمحاسبية ومناقشتهم في الأمور الآتية: إذا كانت القوائم المالية الأولية قد تم إعدادها على الأسس نفسها التي استخدمت في القوائم المالية محل المراجعة، وجود أي مطلوبات محتملة جوهرية أو ارتباطات مستقبلية في تاريخ قائمة المركز المالي محل الفحص أو في تاريخ الاستفسار، ما إذا كان قد حدث تغير جوهري في رأس المال أو في الالتزامات طويلة الأجل أو في رأس المال العامل إلى تاريخه، الموقف الحالي لبنود القوائم المالية التي تم احتسابها بناء على أسس عرضية أو مبدئية أو بناء على بيانات غير كاملة، ما إذا كانت قد تمت أي تسويات غير عادية في الفترة من تاريخ قائمة المركز المالي إلى تاريخ القيام بعملية الاستفسار، قراءة محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية للمساهمين واللجان المختلفة للاستفسار عما دار في الاجتماعات التي لم يتم توثيق محاضرها، الاستفسار من المستشار القانوني للمنشأة عن أي قضايا مرفوعة من أو ضد المنشأة، الحصول على خطاب تمثيل مؤرخ بتاريخ تقرير المراجع من المديرين المختصين بعدم وقوع أحداث لاحقة لتاريخ قائمة المركز المالي يستدعي الأمر الإفصاح عنها أو إجراء تسوية بشأنها في القوائم المالية، القيام بأية إجراءات أخرى يعتبرها المراجع ضرورية لحسم أي موضوع قد ينشأ عند قيامه بإجراءات المراجعة السابق ذكرها أو بصدد مناقشته واستفساراته السابق الإشارة إليها، اكتشاف حقائق موجودة قبل تقرير المراجع اكتشفت بعد إصدار تقرير المراجع، اكتشاف حقائق موجودة قبل تقرير المراجع بس اكتشفت إمتى؟ بعد إصدار تقرير المراجع. متى ما أصدر المراجع تقريره فإنه ليس ملزما بالقيام باستفسارات أخرى أو مستمرة أو القيام بأي إجراءات مراجعة أخرى فيما يتعلق بالقوائم المالية اللي تم مراجعتها أو اللي بيشملها التقرير، إلا إذا نما إلى علمه معلومات جديدة قد يكون لها أثر على تقريره. وفي هذه الحالة بيتعين على المراجع مراعاة الإجراءات المبينة أدناه للتالية والتي تم بيانها بصفة عامة، وذلك نظرا لتعدد الظروف التي قد يقابلها المراجع في مثل هذه الحالة. محتاج إيه؟ لا تنطبق أحكام هذا الرأي على الأحوال التي تنشأ من تطورات أو أحداث تقع بعد تاريخ تقرير المراجع، كما أنها لا تنطبق على الأحوال التي يحدث فيها بعد إصدار تقرير المراجع
الفصل فيه أو الحسم النهائي للأمور المحتملة أو أمور أخرى تم الإفصاح عنها في القومالية أو نتج عنها تعديل في تقرير المراجع النمطي. وتنطبق أحكام هذا الرأي على جميع عمليات المراجعة التي يصدر بشأنها تقرير من مراجع الحسابات بغض النظر عن الشكل النظامي للشركة أو للمنشأة محل المراجعة. عندما يصبح المراجع مدركًا لمعلومات ترتبط بقوائم مالية سبق له إصدار تقرير عنها إلا أنه لم يكن على علم بها في تاريخ تقريره، وكانت هذه المعلومات من حيث طبيعتها ومصدرها كفيلة بأن تجعله يقوم بتقصيها فيما لو نمت إلى علمه خلال عملية مراجعة، فيجب عليه أن يحدد في أقرب وقت ممكن ما إذا كانت هذه المعلومات موثوق بها، وما إذا كانت الوقائع التي شملتها هذه المعلومات كانت موجودة فعلا في تاريخ تقريره. ويجب على المراجع أن يناقش هذا الموضوع مع عميله اللي هو الشركة محل المراجعة أو مجلس الإدارة الخاص بالشركة محل المراجعة وفقا للمستوى الإداري الذي يراه ملائما بما في ذلك مجلس الإدارة، أو يطلب تعاون العميل في أي عملية تقصي قد تكون ضرورية. أخذا في الاعتبار الوقت الذي انقضى منذ إصدار القوائم المالية، إذا تبين المراجع أن المعلومات المكتشفة لاحقا موثوق بها وأنها كانت موجودة في تاريخ تقرير المراجع، فيجب على المراجع أن يقرر ما إذا كانت هذه المعلومات وآثارها ألف من الأهمية بحيث أنها ستؤثر على تقريره فيما لو كانت هذه المعلومات متاحة له في تاريخ تقريره، ب من الأهمية بحيث أنه يعتقد بوجود أشخاص يعتمدون حاليا أو من المحتمل أن يعتمدوا على القوائم المالية وكان هؤلاء الأشخاص يضفون أهمية على هذه المعلومات. إذا قرر المراجع بعد أن يأخذ في الاعتبار الأمور المشار إليها في البند رقم 4 أعلاه أنه يجب اتخاذ إجراءات لمنع الاعتماد على تقريره مستقبلا، فيجب عليه أن ينصح عميله أن يوضح بشكل ملائم الحقائق المكتشفة حديثا وأثرها على القوائم المالية للأشخاص المعروف أنهم يعتمدون حاليا أو من المحتمل أن يعتمدوا على القوائم المالية وتقرير المراجع المتعلق بها، وبيعتمد الإفصاح اللي بيقدمه العميل والطريقة المستخدمة على الظروف وذلك كمان. إذا كان الأثر على القوائم المالية أو تقرير المراجع للمعلومات المكتشفة لاحقا يمكن تحديده فورا، فيجب إعادة إصدار القوائم المالية وتقرير المراجع المعدل بأسرع وقت، ويجب ذكر أسباب التعديل في الإيضاحات المرفقة للقوائم المالية والإشارة إليها في تقرير المراجع. وبصفة عامة فإن القوائم المالية المراجعة اللي تم مراجعتها يعني التي تحتاج إلى تعديل هي أحدث قوائم مالية تم إصدارها، حتى إذا كانت أسباب التعديل قد نشأت من أحداث وقعت في سنوات سابقة. إذا كان من المتوقع إصدار قوائم مالية مراجعة قوائم مالية تم مراجعتها عن فترة تالية في وقت قريب بحيث لا يتأثر الإفصاح، فإنه يمكن الإفصاح عن التعديل في هذه القوائم بدلا من إعادة إصدار القوائم السابقة عندما لا يمكن تحديد أثر المعلومات المكتشفة لاحقا على القوائم المالية دون عملية تقصي طويل الأمد، فإنه يتعين تأخير إصدار القوائم المالية المعدلة وتقرير المراجع، ويتعين على العميل في هذه الحالة اختار الأشخاص الذين يعتمدون أو يحتمل أن يعتمدوا على القوائم المالية والتقرير المتعلق بها بأنه لا يجب الاعتماد عليها وأنه ستصدر قوائم مالية معدلة وتقرير مراجع عليها عند الانتهاء من عملية التقصي. ويجب أن يتم نصح العميل إذا لزم الأمر أن يناقش الإفصاح الذي سيتم القيام به والإجراءات الأخرى التي سيتم اتخاذها في ضوء الظروف مع الهيئات الرقابية ذات العلاقة. يجب على المراجع اتخاذ أي خطوات يعتبرها ضرورية للتأكد من أن العميل قد قام بالإفصاح المنصوص عليه في الفقرة 5 السابقة. إذا رفض العميل القيام بالإفصاح المنصوص عليه في الفقرة 5، يجب على المراجع أن يخطر كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بهذا الرفض، وبأنه نتيجة لعدم قيام العميل بالإفصاح المطلوب، فإن المراجع سيتخذ الخطوات التالية لمنع الاعتماد على تقريره مستقبلا. وتعتمد الخطوات المتخذة التي يمكن اعتبارها ملائمة على درجة تأكد المراجع من معرفة عما إذا كان هناك أشخاص يعتمدون حاليا أو سيعتمدون مستقبلا على القوائم المالية وتقرير المراجع، والذين سيلون أهمية للمعلومات وقدرة المراجع من الناحية العملية على الاتصال بهم. فإذا لم يوصي المستشار القانوني للعميل باتخاذ تصرف مع آخر، فيجب على المراجع اتخاذ الخطوات التالية إلى المدى المناسب. اختار العميل بأنه لا يجب من الآن فصاعدا الربط بين تقرير المراجع والقوائم المالية. اختار الجهات الرقابية التي يخضع العميل لاختصاصها بأنه لا يجب الاعتماد على تقرير المراجع مستقبلا. اختار كل شخص يعلم المراجع بأنه يعتمد على القوائم المالية
بوجوب عدم الاعتماد على تقريرك مستقبلا، وفي كثير من الأحيان قد يصعب من الناحية العملية توجيه هذا الإخطار إلى كل فرد من المساهمين أو المستثمرين عامة الذين تكون شخصيتهم عادة غير معلومة للمراجع. لذلك فإن الإجراء المعتاد هو إخطار الجهة الرقابية التي يخضع العميل لاختصاصها لتوفير الإفصاح اللائم. طبعا الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه في الفيديو ده فيه جزء نظري كبير، لكن احنا هنركز بشكل اكبر. طبعا بادئين في الجزء ده من اول انواع التقارير، هنركز اكتر على انواع التقارير: تقرير برأي غير متحفظ، وتقرير برأي معدل. ايه الامور التي لا تؤثر على رأي المراقب، والامور التي تؤثر على رأي المراقب. يهمني تبقى عارف شكل التقرير الغير متحفظ بالتفاصيل بتاعته، ايه هي الحالات اللي هيكون فيها التقرير برأي معدل، وابقى عارف امثلة. ركز او على الامثلة دي، الامور التي لا تؤثر على رأي مراقب الحسابات، ومجرد ان هيبقى فيه فقرة لتوجيه الانتباه. الامور اللي بتأثر على رأي مراقب الحسابات، وقلنا يا إما هيبقى رأي متحفظ أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي سلبي. أبقى عارف كل حالة من الحالات اللي ممكن تقابلني وشكل التقرير بتاعها إيه. الحاجات دي كلها دي مهمة. آدي قيد على نطاق ورأي متحفظ، آدي قيد على نطاق وامتناع عن إبداء الرأي، الخلاف مع الإدارة، وقلنا عندنا يا إما رأي متحفظ ده مثال عليه، يا إما رأي سلبي ده مثال تاني عليه، الأحداث اللاحقة طبعا فيها صعوبة بالنسبة لكم شوية، فدي مطلوبة منكم بشكل عام كده نبقى عارفين ممكن يجي فيها أسئلة صح أو خطأ، دي كل المطلوب فيها نبقى عارفين إيه الفرق بين اكتشاف حقائق موجودة قبل تقرير المراجع واكتشفت بعد تقرير المراجع. ده المطلوب مننا، وبكده أنهينا الكورس الخاص بمادة أصول المراجعة والرقابة الداخلية، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.